جاري غفيانشي حياتي انت حنام يا ام حاحكي ما حدا من رفقاتي اجينا ما عم بلقى مخافنا من لحالي تكرم العيون انا فرغ حالي وبروح معك وين ما بدك بر بحر جو ارض وما ما حتفل من البيت هي خسكونا جماعة ثانك يو بحبكم كلكم لوين باي بدنا ناسد ولك خايف اذا نمت يروح علي زي ما هو الخطر شبعك تعبانه انا لازم من جمعتين روح لعن حكيمي بعد ما رحت عم باخذ ادويه اخر شيء حموت فيه من هالادويه عم باخذ كثير ادويه كثير اها دهنت مرهم شيء؟ ايه دهنت مرهم دهنت شيء 3 4000 واخذت بدري كم حبه من 500 يمكن 10 25 من 500 هيك وقت بدي اخذ ادويه باخذ هي هيدا حبتين اول واحد حبتين من هي وحبتين من هي لحظة وحبتين من هي لا حبة من هي هي حبة زلفت حبة وهيدا باخذ منه كثير اكزاناكس ما بعرف والله بتنفعك كثير مين اللي قال لك تنفع؟ والله بتذكر كل ما واحد قلت له ظهري قال لي ما له غير من 500 هيك ابدا يعني هو ادويته شفته؟ الله بشو بلاني الحمد لله على كل شيء في عالم مرضى بغير شيء الحمد لله انا سنة زمان كثير منيحة ربنا يزيدك ويكرمك ويعلي مراتبك كمان وكمان يا اصيلة يا بنت الاصول بس الله يشفي العالم اللي عندهم غيرة وعندهم حقد ونتسن وبيأذوا العالم الله الله هولي هولي يبعدهم ويسعدهم بس يشفيهم والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل انا الحمد لله حياتي بقى زيت حدا انا كلي اخلاق هاي اول مره شيء كلي اخلاق من راسي الى رجلي الله قد الله ما خص بالنهايه ما عنده شغله وعامله غيري ولا غيركم وغيره 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 دخيل اسمه استغفر الله العظيم شفات الذوق والاكابريا شو لك انا ماني تعبانه لا كرماله ولا كرمال حدا انا التعبانه نفسيتي عندي مشاكل مع اهلي لا 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 انت بتعذبيني كده انت بتعذبيني عايزه كده تبقى مؤمنه و... ها بس حبيبي عندي مشاكل لا ما بيخلصوا يعني ربنا يكرمه ربنا يكرمه يا رب يا رب نسيتوا مش كنت عم اقوله بنسى كتير وحيد الله قد انا تعذبت انا وصغيره بحياتي قد براهن تجي الف بنت اوكي وتقول تعذبت مثل قد ما انا تعذبت بحياتي انا تعذبت كتير يعني من انا وبعدني كنت خلقانه حطوني بالبرات خلوا يقتلوني انا بنت كتير تعذبت بحياتي بس كبرت خبروني وعلى الكبر كنت عم بتعذب عم ضلني عم باكل قتل وضرب وكتير قصص صارت معي بحياتي او انا حاطلع على التيفي وحاحكي كل شيء ماشي
ضمانة برقبتك إذا جعزك جوز أختك تجي لعندي أختك أنا. لهيك أنا عم باخد هالأدوية، بس رجع الحمد لله الله وفقني وقدرت اشتغلت 4 سنين ورجعت حكيت مع حدا، هيدا الشخص ساعدني كتير وجاب لي سيارة وأنا كتير مبسوطة، فالحمد لله. بس الله يشفي هول العالم اللي ما بيريدوا الخير لحدا ولا معقدين واللي بيغاروا. إن شاء الله بنت أمك لبقى بسمة. بالنسبة لعمري رح أخبر كل شيء، عندي مشكلة. أول شيء أنا ماني مسجلة اسم ماما. ليش بقى؟ لأنه ماما لما هربت من عن أهلها لعن بابا كان عمرها شيء 13-14 سنة وكانت حبلة. هي أولا طانيا سيدة، فلما جابتني ما قدرت تسجلني على اسمها. ليش؟ سجلتني على اسم مرت بيي، فاضطروا يكبروا لي عمري. هيك صارت ماشي تتهنى. انا يعني هالسنة هلا بدي اللي طبقه بطبق 21، اوكي مش بطبق 22، بس بضطر اقول 22 لانه انا مكبريني على الوراق اكبر من عمري بالسنة، لانه كتير طولوا لسجلوني لقدروا يسجلوني مشاكل هيك شو بيعرفني، انه بيي مجوز كتير وكتير خبار بعدين بتعرفوا كل شيء، لانه طالما انحكى كل شيء رح احكي كل شيء وعا اجري. بس عصب انا بجحش، ووقت بجحش يا لطيف شو بيصير فيه؟ شو بدي اقول اكتر من هيك؟ يلا باي. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة.